تفسیره کردی امی لیسته هنگ کی معالوی کرمانجی ویژن ربی عالمی در سوره بقره در آیت حشته و نهادا و ها امرت که ولما جاءهم کتاب من عند الله بس ابن اسرائیل یتسا وقتی که هات کتاب کشتراف خدا در جوان را و توراتا مصدقون لی ما معهم او اصلا القرآن ولما جاءهم كتاب من عند الله كتابك هات جوان را اشترف خطا مصدق لما معهم او اش تصديق توراتك يعني وقت القرآن كي نازل اشترف خطا دا وتصديق توراتا بوان را اشكر وكانوا من قبل او دبون كبري يستفتحون على الذين كفروا وان جاب كافر را دقو يعني جمشرك مكي ومدينة را دقوتن او ايبي اخنبرك ورا و ده آخر زمان با عینی اوجی لسر دین میه و امجور غالب ورن وان بری اواد گوتن ها وقتی که اوه هات کتاب که جوان را کفر و وانا این کافر وانا کافر یعنی بری وانش کافر را دو اوی پیغمبره که بری داخل زمان دا اوجی عین دین مبشو بینه و امی غالب ورن لسر وره ها فلما جا اهم بنی ولما جا اهم کفر و على الذين كفروا فلما جاءهم ولما جاءهم كتاب من عند المصدقون ما كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا وقتك وهذا جوان را او تشتك ويناز ذكرين او بيغمبرك او صافي بيد القرآن اذا شد التوراة الذي تبون او قرآن نازل بو ناز كرين او بلا بلا كفروا به ربني فريق فلعنة الله على الكافرين لعنته وليس الكافر بئس ما اشتروا به انفسهم انفس او تشتك واشتروا به انفسهم او بي نفسه فكر يعني اشتروا به انفسهم اكو ان يكفروا بما انزل الله وكافر دبل بوي ما يقفر نازل كده شما جي بغيان او ظلما يعني رادبن انكار دكن بيتشتي نفسا خوب بیتشتی لبدن میداد کرن اشترو بی انفسهم اشترو بی انفسهم یعنی اشترو بی انفسهم یعنی چه معنی؟ نفسا خوب بیده فروشن نینه بی اسم اشترو بی انفسهم یعنی ان پیس او تشتک وان بشارتیش نفسا خوب استش بشکریه که چیه؟ ان یکفرو بی ما انزل الله که او کافر ببون بوي تشتك خدا نظر قيل القرآن شما جي بغيا ظلما وحسدا يعني بظلمه وبحسده كرن كي أن ينزل الله من فضله على من يشاء كو خدا تعالى نازل بك جي فضله وفي وحيه على من يشاء من عباده كي عباده خدا نظر كسر بك إجوان دقو شما قرآن جمها نازل بك شما جي پیغمبر نازل بك جرش پیغمبر نازل بك جرش مال نازل بك إجوان اوان بغيا يعني ظلما وحسدا ظلم وحسدا كود كرن دكون شما خدا نازل كر يفضل اخو لسر كي بغوزش عباده كر يعني نازل لسر مبكرا فباغوا بغضب على غضب اوانا اندي يعني غضب لسر غضب خدا رسل مدن باران ده وللكافرين عذاب المهين جي كافر را عذابك وان رزيل كه أبد. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وقت هذا قلت جوان را إيمان بين بوي تشتك خدين ناصر كي بوي وحيا خدين ناصر قالوا نؤمن بما أنزل علينا تشتك خدين ناصر كي سمع التوراة بإيمان بيتين ويكفرون بما وراءه جوي بيبا أم إنكار وهو الحق حاد حالك وهو الحق أو حق مجيا تشتك خدين ناصر كي بو حق مجي مصدقا لما معهم وتصديقا بتوراة بوانش كي شنش بيش ندو كرا قل فلما تقتلون انبياء الله ايكا بيجا راستا اقل قل راستا شما هو پیغمبري خدا تخشت من قبل بري ان كنت مؤمنين اقل برا ومؤمن بود واندو بين ام ايمان بأي بري بأي خراطي نين وشما پیغمبري خدا تخشت ولقد جاءكم موسى بالبينات هاتبو جورا موسى ببينة ومعجزة بدليلة هاتبو جورا ثم اتخذتم العجلة من بعده ده بايدا وقولكي ده بيو ده قرد شوكر إله جنال عبادت كن وأنتم ظالمون وحالكم ظالمون
وإذا أخذنا ميثاقكم خدای تعالی به وقت کو ما جبت جورا بله وإذا أخذنا ميثاقكم ما صوت جوصا ورفعنا فوقكم الطور ما وبرسلت شيخ وروسينا خذوا ما أعطيناكم بقوة ما جو بقرن لي وحي يقو جورا تي وصا بقوة بقرن يعني وصا بسستو بسستو بينقرن جدل بينقرن بجدينن لي خويدرين ها واسمعوا وغداريا ويبكن غداريا وي وحي يجي بكن قالوا سمعنا وعصينا وبلي ما غداريا يكن وما بيلي يعني قلب قوتن سمعنا وأطعنا قوتن سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجلة وواقوا فخورن دقل بيوان ده حسكرنا بولكي حسكرنا بولكي هاكو فخورن دقل بيوان تو آبك يخورمون قل بيوان قل كتبو قل بيوان ها شيدا نتكت أو قبولكي شخوش جبر بيا يصلا بيو زمان دري كو خدا جوارا بو جيلك يسشت حسكرنا بولكي غا انا آلي لآلي ويالجي كو غا عرده جوتك مثلا كو هندويزم جبول كو چلك را عبادت كن اليا ده دلوان ده بولوه كا اله خدا كو ويشرجه كن بني او نه اله ويشرجه كن جدلي هو بابجن او جويته يا بني واشربوا في قلوبهم العجلة بكفر سبب كفره هو اوانا حسكرنا بول كي كتبو قلبه وان كل بئس ما يأمركم به ان بيس او تشتكو ناطن امر كلم بي كو قول عبادة قول كتكن قول بارو قول بئس ما يأمركم به إيمانكم أم بيس أو تشف إيمانا وأمر كبك ونرجع قول كر عبادة تشخو بيسا إن كنتم مؤمنين أكاك ومؤمن بن ومؤمنين بن بخدا بن أم تشتكو بي إيمانا قول كي وأمر كبك أو قلت تشتكي بيسا كيف سا مالا يعني قل جوانا بجا يا رسول من يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم أن تس أو تشتك إيمانا وأمري وبيتك ورانج بولك عبادتك إن كنتم مؤمنين أجل ومؤمني بالتوراة ابن هم بزامن أجل وبراء إيمان التوراة دين بزامن أبشتك إيمانا وأمري وبيتك باورية وأمري وبيتك بها رانج بولك عبادتك أجل تشتك بيسا بزام بن يعني قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة أو أنت بجن آخرة شو صادجة جمرة خالص جمرة إن كانت لكم الدار الآخرة أكثر جوارة دار آخرة عند الله اللي باخدها خالصة من دون الناس بي إنسانة باخدها شو صادجة إيه وين وانت بين أبي أهل الجنة أهل باخده أمن أغلب وصا باوريا بدوصة وزمان فتمنى الموت شو تمنيا برلنا بخوصة برو ممنا باخدها إن كنتم صادقين أجل ورافقونه أما ولن يتمنوا أبدا أصلا أو تمنيا برلنا كان ها بما قدمت أيديهم بالسبب أو تشتكوا دسنيوان جوانا قناء ولا فشي شامية ما قدمت تقديم كريا أيديم دسيوان يعني وان قريك ودسيوان كريا وفيشي وان شان دي آب السلبوية ونافظا بمنا والله عليم بالظالمي خدايا تعالى بالظالمة زانايا خبردارة ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم تي موجود بنو إسرائيل ببي كو أن حارس إنسانا نرسل إستكلية إنسانا نرسل حياتهم قوضن بيتر حياتنا بجي يعني انت موجودي وان بفيت وان بلوش بكي سن بني اسرائيل بلاجاقسن كي انسانların حياتي ان çok سبل انسانlar onlardır اتي وصف زنبي يعني انت وان بلوش بكي فيدر بكي ومن الذين اشركوا وابن مشرك جي مني ولا تجدنهم احرص ناسي على حياتهم ومن الذين اشركوا وابن مشرك جي يود احدهم لو يعمروا الف سنة حزدك يكشوانك حزار صال الدنيا يمين وما هو بمزحزحه من العذاب ابي انينك وجع عذاب الذي الكرم ان وعمر اجرك تشخج عمل بك الدنيا بمين اجي عذاب خدي خلاص ناك ويدور ناك والله بصير مما يعملون خداي تعالى بكرني وان دبينا 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 بصير وانا دبينا خداي تعالى كرني وان دبينا قل
من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك كينه يارتيا جبريل بك يعني كل شيء ما جبريل جوان روح ينبيش بيغمر راني يعني يارتيا ويدك كينه يارتيا جبريل بك فانه نزله على قلبك او جبريل نازل يسر قلبي تبع وحي بينا باذن الله باذن خدا مصدقا لما بين يديه تصديقا ويتشتي بري بري خدك ايه بري خد تصديقا وان كتاب بري خدك وهدى وبشرى للمؤمنين وهدايه المسجين شبونا مؤمنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال كين يرتيا خدا وملائكته خدا ورسول خدا رسول خدا وجبرائيل وميكائيل ورتب بك فان الله عدو الكافر محقق خدا شيء نيار الكافر وميكائيل ولقد انزلنا اليك ايات بينات محقق منازل كريه بباب تبا نيارتيا ميكائيل كريه ايه كرنا لبك كي بك ولقد انزلنا اليك ايات بينات محقق منازل كريه بباب تبا لك ايتي اتشخ وما يكفر بها الا الفاسقون اما انكار بان ايات هناك الا الفاسق او كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم شقا او صوز بدل ما صوزكي نبذوا في صوز خدا غير بشتخو فريق منهم طائفة جوان بل اكثرهم لا يؤمنون بل كي فر جوان ايمان ناين ولما جاءهم رسول من عند الله وقتك ورر بالوان رسولك اشترف خدا مصدق لما معهم وتصديقا وي كتاب بوان رابك يعني پیغمبرك ولو تصديقا توراتك نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب دابجن وي صوزي دابجن بشخط طائفة جي اهل كتابة دابجن بشخط شد كتاب الله كتاب خده وراء ظهورهم دابجن بشخط يعني كو تورات بينا راسته دين بيجن ولا بايد توراتا مدى هيا پیغمبرك اوه اوه وانا كو بي بكن دشون اوه دا حكم التورات دابجن بشخط عمل وراء ظهوري كأنهم لا يعلم سانكي وي توراتي قنا بكلهم نظام في حكم ناكن يعني بتوراتا فر حكم ناكن يعني توراتا وان دلي باي وفي غمالك اوه ويا تيدا هيا شقا في غمالك ويا تسليقا وي توراتا وامك اولا رضم شغطك في ايمان ناين وي توراتا خشي يعني برمزدان جلالك كل بجن يا سانكي قنا بكنا ضبجن بشتو امين كده جب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا واتبعوا ظنب طابعي ما تتلو الشياطين او تشتكوا الشيطان دخندن على ملك سليمان دي مملكة حد سليمان دا افانا يعني بدون طابعي ويتشتكوا الشيطان جواناتكو وما كفر سليمان سليمان اصلا كافر نبو ولكن الشياطين كفروا شيطان كافر بو يعني كل سحريش انسان رد قوتن و انسان هي السحرية تكرن شيطان وصد كر حاشا عز سليمان نتكر يعلم من الناس السحرة شيطان تعليم انسان تكر بالسحرية وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت والله اعلم واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان أبان يهوديا بون طابعي متابعي ويتشتكوا دخون دل سروان يهوديا شيء شيطانا على ملك سليمان دو وقت دونما حر سليمان وما كفر سليمان حر سليمان كافر نبو حاشا يعني سحرش إنسانا نبو شيطانا سحرش إنسانا نبو ولكن الشياطين كفروا شيطان كافر ببون يعلمون الناس السحرة إنسانا هي السحرة تكرن وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او تشتكو نازل وبو لسر دي ملايكتا لبابل عراقي قلنا بوان هاروت وماروت او جي قداي تعالى جوانا قدو انسان هي السحرية بكن كو السحر تشتكي زرار ليه نكوتو كو السحرية بكن جوو انسان حفظا كو السحرية بكن حفظا كو السحرية بكن شيطانا انسان هي السحرية بكن ربي عالمي راغبو جبان هذو ملايكة ربو هو إنسانا هي سحري بكن إنسانا يعني نشاني وان بدن كو السحر شخص تشتكي زرار ليه نكو تبو كو هارن بسحري بكن نبابي لارك ومر وما يعلمان من أحد
أبانا تعليم يكي نكرن كو حتى بي بكن حتى يقول إنما نحن فتنة حتى كجوانا تقوتن مني بدي يكي تشتكي نبدا نكر إلا تقوتن أم امتحانكينا فلا تكفر بنت كافر نبن يعني خداية على مشان دي كو أم وهي سعره بكن جبو محيزة خوش سعره بكن نجبو نقوم سعره بكن يعني السحر نشان إنسان كي نبدا إلا جرى أوات قوتن أم امتحانكينا نكو تكافر ببي سعره يعني ما بي سحري آنيا ودني كنج هو كيف خوش يبكن مالين فيتعلمون عليكم السلام رحمة الله وبركاته فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون ندان هينكن منهما فيتعلمون فان يهودي وكريستيان هين دكرن جبان هردو ملائكة ما يفرقون به بين المرء وزوجه أو تشتكو إنسان في لك وجهة قاتل بالسحر سحر ذكر ينصر بيرك وجهت قطعه وان بليها لك أرادون ضنا جوان هيدك لأن جبك وحيزة خشوان بك وما هم بدارين به من أحد وما هم أونين بون كو بدارين به من أحد كو أو الزرار ابن الكاسي نكرنوا الزرار ابن الكاسي إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم هيدك لأن تشتكوا زرار الدوام ولا ينفعهم أو منفعة نادوام أو تشتهين لكم ولقد علموا محقق وانيكر لمن اشتراه جبوا أو تشتك وان رابو بي نفسا خو كري يعني وان رابو دشون حقيقة دا دلالة شفرات كري باطل شفرات كري دشون حقيقة دا وانا رابو نفسه جي بيس بيسي دي أصلا ناس تركي جي بجرة بري اشتر باسو اللي لمن اشترى تمام بلي ام دوام لكن بلي يا ايه تو سانكي او كذا ما اشترى بلي اجا ولقد علموا وان يهودي رابو هين كده سحري بالشكل كي كو زرار الدوام ومنفعته نادوام زرار الدوام ومنفعته نادوام بلي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه اي بزنب كون شكريه كي 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 شكريه كي شكريه وين هو بزنب يعني كون ده بدل حقيقه ده بدل ايمان ده لمن تمام ما لو في الاخره من خلق جوان اخرته في نصيبك انت ولبئس ما شروا بي انفسهم وان بيس او تشتكوا نفسه قبي ده بدل ده كريه رابية ضرارتك ريها لو كانوا يعلمون أقل أوبزان ها ولو أنهم آمنوا واتقوا أقل وان إيمان بانيا وش قضاب ترسيانا لمثوبة من عند الله خير أو يبيا مكافاتك اللي اشترك خوضي تجوانا خير لو كانوا يعلمون أقل أوبزان يا أيها الذين آمنوا أي قلبا والمندا لا تقولوا راعينا والنبج راعينا وقولوا انظرنا ما بيجن انظرنا يعني هو ايش طبعا يا بيجن لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا بيجن انظرنا ما بيجن واسمعوا او قوداليا مبكن وللكافرين عذاب أليم ايش كافر على عذابك ألم هي زبردا يهوديا ايش بيغمبر تقول يا أيها الذين آمنوا بلي خدا تعالى يقول لا تقولوا راعينا ما بيجن راعينا يعني وان ايش بيغمبر عليه الصلاة والسلام تقول راعينا يعني راعينا ده ظاهر خدا معنى ما قداريه تكي هما ده باطن خدا وان زمان خو بي اوجد به پیغمبر تنازت كره دوتن چه دوتن يعني تشتي كبري تو نظر چي بش يعني وقا هاشا پیغمبر شريف پیغمبر كره نسبتا پیغمبر كره بال كو تشتي كبري تو نظر چي بش خدا كو وي نه بش او كلمه شبهيه وان وان تشكي ده پیغمبر كره وسنه بش وان چه وان زرنا وقول زرنا ببيشن لما بنيرا لما باقم يبكى يعني قداريا ما بكى أبني وصابجن ها لما لك ما قداري كير واسمعوا واسمعوا مني انظروا واسمعوا ما قداري كير أو منيرت بني انظروا لما بنيرا واسمعوا بني لما بنيرا أب قداريا تفكن وللكافرين عذاب أليم إش كافر عذابك ألملي عذابك يعني وصا أو ألم يبدأ شاني وانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
حزناكن كافر و أهل كتاب و مشرك أبنا حزناكن كي أن ينزل عليكم من خير من ربكم و خيرك جترت ربي ودى نازل سلوكا أبنا نخوص والله يختص برحمته من يشاء أما خدايك على كي بخوصة خاصتك برحمته يعني رحمته وينه دسي كسي لك أو تقسيم بك خدايك على خوصة فده تدويت برقية وينه خوصة والله ذو الفضل العظيم وضعت على خير فضلك ما نظره